الآن يا هلا باللي حضر وهدي التهاني أول القفي تراحب أم فيصل وانت يا نسل المكارم يا أبو فيصل الشرف بالمجد شيد لك مباني يا هلا باللي حضر وهج التهاني اول القفي تراح صم فصل والتراحيب منها جد المعاني رحبت ام العريس ومالي سلطان كلكم يا مرحبا قصي وداني وانت يا نسل المكارم يا ابو فيصل الشرف بالمجد شيد لك مباني يا ابو العريس يا تاج المفاخر وانت يا نسل المكارم يا ابو فيصل الشرف بالمجد شيد لك مباني في وصوفك كفش بعد البياني شمخين العز دايم عايلتكم آل عوالهم يظهر لساني والاصيلين الكرام اخوان سلطان في المعالي ما يحبون الدواني والوفا والجود والنخوة خواتي يا لا 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 بالشموخ تميز وعز وشاني وانت يا سلطان اخص في زفافك لو مدحتك فيني يتبهى زماني يا عساك تعيش عمرك في سعادة يا العريس اللي وصلت اغلى الاماني يا ابو العريس يا تاج المفاخر في وصوفك كفك بعد البياني شامخين العز دايم عايلتكم آل عوض بهم يفخر لساني والاصيلين الكرام اخوان السلطان في المعالي ما يحبون الدواني والوفا والجود والنخوة خوات في الشموخ تميز وعز شاني وانت يا سلطان اخصك في زفافك وانت يا سلطان اخصك في زفافك لو مدحتك يكفي نسبها زماني يا عساك تعيش عمرك في سعادة يا العريس اللي وصلت اغلى اماني يا هلا باللي حضر وهدي تهاني اول القفي ترحب ام فيصل والتراحيب منها جد المعاني رحبت ام العريس الغالي سلطان كلكم يا مرحبا قصي وداني وانت يا نسل المكارم يا ابو فيصل الشرف بالمجد شيد لك مباني يا ابو العريس يا تاج المفاخر وانت يا نسل المكارم يا ابو فيصل الشرف بالمجد شيد لك مباني في وصوفك كفت بعد البياني شمخين العز دايم عايلتكم آل عوضهم يفخر لساني والاصيلين الكرام اخوان سلطان في المعالي ما يحبون الدواني والوفا والجود والنخوة خواتي يا لا 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 بالشموخ تميز وعز وشاني وانت يا سلطان اخصك في زفافك لو مدحتك فيني يتبهى زماني يا عساك تعيش عمرك في سعادة يا العريس اللي وصلت اغلى الاماني يا ابو العريس يا تاج المفاخر في وصوفك كفك بعد البياني شامخين العز دايم عايلتكم آل عوض بهم يفخر لساني والاصيلين الكرام اخوان السلطان في المعالي ما يحبون الدواني والوفا والجود والنخوة خواتي في الشموخ تميز وعز شاني وانت يا سلطان اخصك في زفافك وانت يا سلطان اخصك في زفافك لو مدحتك يكفي نسبها زماني يا عساك تعيش عمرك في سعادة يا العريس اللي وصلت اغلى اماني خبرة طويلة وابداع والاتقان في العمل والمواعيد.